هتقارن زي الأرض في الماب فلوت باتل جراوند. نعم بعد الماب الأسطوري دي أصلا كنت نزع عنه مقطع زمان تقريبا قبل شي 10 شهور تقريبا 9 شهور 10 شهور السنة تقريبا يعني وقت طويل جدا. بس في حالة من المتعليقات كتب لي انه نزع عن الماب هذا الفخم اساس وانا جربت اصلا انه جد فخم اصلا من اخر مرة ما كنت عارف ان الماب او ما نزل عنه بس انا عرفت الماب كثير صار لي فترة ما العب الماب صار لي تقريبا من بعد ذاك اخر فيديو شوية فيديوهات عرفت كيف في الماب ولما حضرت فاكهة الزلزال مع الدارك مع بعض من مجال التنتين سوا اللي الدارك اللي هي دارك اكس كويك فاكهة جدا اسطورية هي مسك من كان هي انا كان نزل او مثل حيث الفاكهة تقريبا بكم يوم تقريبا ولا كم اسبوع يحصل الفاكهة وكان ست حيث موجود لسه يعني كان اجدد فاكهة مسك الموجودة باللعبة حرفيا قوي بمعنى الكلمة والحرف كل اشي وهذا ايش فاكهة والله اعلم هذا فاكهة باين عليها موتشي لا ارواح ارواح الضربة على النار هاي ارواح بس مش هو اللي ضربها مش هو انه انضرب مثلي موتشي فاكهة موتشي هو فاكهة جدا اسطورية قوية بمعنى الحرف والكلمة نفس الوقت يعني شو سمعت عليك اضرب اصلا فرصة شفت الفاكهة هذا ضرب يخسر رقم 6 شوفوا شو بتساوي ضرب رقم 6 تحدى يهرب اصلا منها شوف شوفوا من وين تسلم بيجي كل مكان بالاخير اللي عليني اضرب سكل بس انا ما اجي عليك انا اضرب سكل منيح عليه شبه بتخليه ميت شبه ميت السكلات اصلا دمجها مو قليل خصوصا اخر سكل دمجه عالي خصوصا الليفل عندي 111 يعني مش هالقد الليفل بس لا كان 117 الليفل عندي و دمجها تقريبا 190 185 السلاح ضربي جدا قوي وفي تساوي كومبوات 1000 ومليون كومبو اصلا من سبب هاي زي مدفع بضرب مدفع من الجو بدرعك ضربي هاي ضربي ما تخلي ما فيك تصدق الدرع لما تعمل اف هيك بس هاي الدرع يخليك بطيء الحركة وصعب انك تفعل الضربات مثلا عندك الضربة رقم 4 بتشيل الدرع على الاخر بتكسر الدرع كسر الدرع ضربة رقم 4 خلي تربع على الواد هذا شوفه كسر الدرع ورمته بعدين ترى عم اضرب بالجو بضرب ضربة الرقم 1 كمان مات ولا ما مات مش عارف اذا مات ولا لا المفروض كان يحسب لي باونتي منه ولا حسبت له هذا يمكن في واحد هون قاعد يمكن حسبت له هو انا ضربت فاكهة اللي هي فاكهة ياماتو نزلت اخر تحديث لفاكهة ياماتو نزلت هاي الضربة موجود من فاكهة ياماتو موجود ضربة هاي هو يمكن قتله صح شكله هو اصلا سلم على ماما هلا شوف سوي ضربه اخرى سوي ضربه هاي اضربها وبيموت 500 باوندي حصلنا هو اول واحد اصلا ما بجد اصلا من ناحيه الانيميشن والافكتات والجرافيك اللي بالماب جدا جدا خرافي احسن مقصود بالجرافيك بس من ناحيه الانيميشن ضرب الفواكه والاشياء مو ما عمك على طريقه الماب هو بدل جراوند من الماب اللي تحسها بتعصبك انه شو اللي بيأكل اي شيء هو المقرف في اللعبة كليكات توقفك توقفك ما بتخليك تضرب اصلا عندي 3000 باونتي بسبب هالفاكة بس اول ما حصلت فاكة انا جمعت 3000 ما كان عندي باونتي بمرة كنت مطفر ما كان عندي غير يمكن 100 بس اول ما حصلت فاكة وفتحت لها السكيل الاخير كان عندي اياها من زمان بس انا ما كنت فاتح المهارات وين تركت اف كي اف كي هناك عند الجبل فوق عشان يفتح المهارات تعرف تعرف فك ال على ليفل فاكي على ليفل ليفل 110 يعني فتح المعرة الأخيرة أول ما فتح المعرة الأخيرة بقت الفاكهة جدا جدا أوبي وعالي دمجها أصلا هي سموه هي مو ماكس الماكس 300 اللي حرفيا مستحيل إنها توصل 300 بس هو جدا جدا صعب شبه مستحيل إنك توصل 300 إلا لو معك سيرفر خاص لو معك سيرفر خاص توصل 300 بالراحة وبسهولة كمان يوم واحد بتوصل 300 اذا عندك سيرفر خاص والله لو ما عندك سيرفر خاص تعاني معاناه مش طبيعي سيرفر مليان ناس ومو لاقي حدا
ما هي فواكه غيرها، مش ما هي فواكه غير الفاكهة هاي، ما هي فاكهة ال شو اسمه ال ما هي فاكهة ال الليبرت الفهد، وعندي فينوم وايس في تو. الليبرت انا مش فاضي اعمل مهارات لسه يعني، هسه بدي شوية مهارات، بدي التحول، والتحول له ليفلات كمان، بس في مهارات التحول يعني تقريبا بدي اوصل ل 190 تقريبا عشان افتح المهارات كلها مع التحول، مع مهارات التحول، مع كل اشي. التحول له مهارات وليفلات، التحول ما بيكفي لحاله. في هاي حالة غريبة والله، غريبة يعني، سفرة شبه مفلل سفر. في حدا كان ضرب، في حد ضرب ضربة، مش عارف اي شي، بس في حد ضرب ضربة هون، شلون مدمرة هون، في اشي حد ضرب هون. سونامي من افضل المهارات بالفاكهة، حتى ان فاكهة الزلزال فيها سونامي، انا ما اظن، ما جربتها ولا مرة، بس ايه سونامي الزلزال فيها سونامي زي الفاكهة هاي، يعني اي زلزال ودارك سوا. والله غريب ما في حدا هون، يكون رسم ماركو بدون ما انا يكون رسم، لا مش رسم ماركو، ناس كلها بتروح عنده موجود بيع جواهر تقريبا 500، مع انه اصلا عندي جواهر كثير فيني افتح، ويمكن يطلع لي مسك، حتى مش عارف اذا يطلع لي اصلا مسك ولا لا، بس ما فيني اضحي فوق ان اللي عندي اياهم اقل شيء ليجندري اللي عندي اياه، للاسف صعب اني اضحي فوق دول. بالاخير ما يجي لي مسك، ما تقريبا رقم ضخم وماشي حاله، يمكن يكفي يطلع مسك، بس ما راح يطلع بيتي، ما اظن في اصلا في بيتي للمسك، ما في غير البيتي للسندري، بس غريب ما في حدا. خلينا ندور على حدا ورجع عمقان غير سيرفر، ولقيت حدا عامل فيها باتمان، شخص ليلو عامل فيها باتمان، وكانت كاتبين بشات انه هون ها لكو اعبئة الناس، بس صارت تقريبا شي خمس من اول ما دخلت سيرفر، عشان هيك اثنين قاعدين يعني، واحد اثنين واحد اثنين، بس نحن صرنا ننقذ العالم من باتمان، انه باتمان ليك هو باتمان، يفعل نفسه هو باتمان هلا، شو عم نسوي هلا؟ نحول من باتمان لسبايدر مان هلا، شو بدنا نشوفه؟ من هذا الباتمان؟ بين عليه انه شكله قوي لانه موت اكثر من شخص، بس نحوله نحن لاضعف شخص هلا، نحوله الى اصلا وينه؟ انه عامل فيها باتمان هو اصلا هون هذا، هلا نحن عم نلعب باتمان اللي نحن نخلص منه، نحن دايرين عشان نحاول بس لسبايدر مان بهالسيرفر، خلينا نشوف اذا هو بلد قوي ولا ضعيف. غالب طلع من سيرفر، بس شكله طلع من سيرفر، خايف مننا يمكن، وعشان نلاحظ سبايدر مان كان بده يضل باتمان. شفنا حدا هون اصلا؟ ما اتوقع في حدا اصلا هون، مش عارف ليش، غريب وين تختفي دول، غير سفر في اكثر من اول ومش لاقي حدا، وين؟ ملاقي حدا حرفيا، هون في حدا، الله خليه اول ما يطلع من السيف زون ما تلاقي يوم ضربه. ليش هيلو اصلا؟ طلع هيلو بعدين مليون، لا هيلو قليل يعني، تقريبا سونامي بتشيله، بس سونامي بتشيله ولا احتمال ما يطلع من الدرع لانه بسبب مدفع، وفي واحد دون تاني ناروتو، يلا شوف ناروتو شو نسوي فيه، ثم اول ما تخليه يطلع وتقوم ضارب الزلزال هيك سونامي، الاثنين يطلع سونامي هيك ويمسح ناروتو، وين بس وين راح؟ ما كفت عليه دمه 190 ولا وين اختفى؟
ليكو خلاص مات لسه. غريب والله غريب موضوعه. مدفع موت اكيد ضربتين من مدفع موته. شفتوا ما حكيت لكم ضربتين من مدفع هيبيع عليه عربه. وين اكتب ناروتو لك الله اعلم. خلينا نشوف هو اذا خرج من سيرفر ولا لا. سكنات غريبة والله سكنات غريبة. هذا وقت نلعب شوي. لاقوا عنده شوية باونتي. ان شاء الله اليوم اذا قدرنا نوصل 4000 باونتي ولا خلاص خلف الكواليس بوصل 4000. عشان لما يطلعني علي ناقصني مليون. عشان اللي عنده 3000 في ناس منه 500 لا ناس منه 500 او يقتلني حدا. انا اقعد 5 اشخاص ويجي واحد يقتلني ويخسرني 500. اوه في واحد من اكل فينيكس العنقاء. خلينا نشوف ايش قصته. هذا ضرب تنقل بس تجي هيك بس تجي دمج دمج مش قليل. سيء سيء انا بكره الضربة ما بتجيب حدا اصلا. انت يا فينيكس معفن. احنا بنحب الفونكس كتير وعنجيبه من جو الارض. جاب شخص مين هو الله اعلم. هذا هو المقرمش. شكله غريب شكله كرتوني. راح نمسح فيه الارض بس عشان لا يهرب. هذا ضربة اللي مو هالقد قوية بتكون توجه ايم عالي يكون عندك شوي عشان تجيب الضرب بحدا. هذا سبايدر معه فاتح المهارات شكله فاتح المهارات كلها. والله شكله دمار فاتح. ضربته مرة بس ما كنت فاتح له كل المهارات. العكس هو اللي فاتح المهارات كلها للسبايدر. هلا هو سبايدر مان لانه كان باتمان. هو سبايدر مان. هلا هو سبايدر مان نفسه سبايدر مان حتى. فاجأة قوي جدا انا منتبه من هاي. اي سبايدر ضربته مرة هي ضربتها هيك. وهي اكثر ضربات تقعك بالحياة اصلا. تقوم ضربك هيك وتقلك بالهواء ساعة لو ما عملت اشي. بس هالمهارة ما كان عندي اياها ما كنت فاتح لها هالمهارة. كان عندي اياها بس 50 يمكن ليفلها كان. الولد راح يموتني لا يكمل هيك. حدا وين يهرب هلا بعد اول ما يجي تسونامي حيمسحوا من كل مكان. اضرب كان ضربة الزلزال عشان اتاكد عليه. شكله هذا هو. لا مو هذا. هذا هو. حلو جدا حصلنا 350 باونتي منه. والله ما حكيت لكم فاكهة جدا جدا قوي واسطوري ويعني جدا رهيب الفاكهة. هذا مين قتله اصلا؟ اقل منه قتله ما شاء الله. هو ما يفرق الباونتي بين شخص قوته. اللي يفرق الليفل. الليفل الفاكهة يكون بالذات يكون مكان واحد مثلا. لو ليفل الفاكهة 300 خلاص انت يعني حرفيا مسيطر على الوضع جدا. وتحدى حد اصلا يقتلك مستحيل. اشي مستحيل انه حد يقتلك اصلا. 300 يعني اشي شبه مستحيل حد يقتلك. بس ولك بدك حدا يكون نفس ليفلك لحد ما يقتلك. خلي دورنا حدا وارجع لكم. لقيت واحد هون قاعد بده ضربة غريبة. يعني تقريبا مش عارف في اكيد مضاد ولا ايش هاي. فكنا ليكو هذا هون قاعد بيطير. مش كيف فاكر ما في سكيل يخليك تنط مثلا ولا يعمل يضرب ضربة لفوق داعش ولا اي شيء. السكيل هذا بس ارضي يخليك ينزل الارض بس. وهذا الشيء المزعج مثلا هون في شغله بدي انط مثلا لفوق ما فيني اطلع فوق. العكس فاكهة الفهد اللي فيها سكيلات غير. فاكهة الفهد قصدي بس تقريبا مهارة التحول وباقي لي مثل بعد التحول له مهارات لسه. هاي المرة مسكناه ان شاء الله يهرب زي اول. غريبة لا يضيع. لا ما ضاع غريب كان اول ضايع بس ضاع بالتسونامي هون.
وانا على اللي مو فينيكس اللي في ناروتو عمل اللي في ناروتو هلا شوي تاني خلينا نرسم له هون مدفع يوم ضاربه عشان اللاي خليه يتحرك منيح مدفع من الاشياء المستفزة بالمف هذا اللي ما يخليك تتحرك اذا انت ما صدت صدت خليك بطيء الحركة هناك اذا عطلت صوت خصمك يوصل لك بالاخير ويموتك هيك هيك هيموتك هي رايح عند ماركو رايح عند ماركو هسه الناس كلها عدلها تجمع عند ماركو وسهل قتل الناس هون فوق في هون حدا عنده عاصفة ومدري ايش شباب حقت البرق هاي هلا عم ضربة تسونامي هون كل الناس عم تتجمع هون بلاش في حقت البرق يمكن تحس مأخوذ اسلوب البرق حتى مأخوذ اسلوب الكهرباء من الفاكهة ما تحسها شي فاكهة معينة انا الموتت مو هم الماتو غريب اقصد باونتي غريبة هاي جير فايف يمكن لا شكل جير فور شكله انا بدك ان الجير فايف فيها سكله زي هيك عن فاكهتين نفس بعض السكلات تقريبا لا الجير فور جير فور سبب السكل هذا والله غريب حسها مش عارف شو الفاكهة اول مرة اشوفها الفاكهة هم بالليل بعضهم شبه بعض الجير فور والجير فايف شبه بعض كتير وهون لاقوا المدفع عم يضرب فيه خلاص باي باي ايزي نوب هاي ما حد يتحول بس لضربة الزد الضربة رقم واحد قصدي بس تحول خلي الضربة رقم واحد اقوى من الاول هاي جير فايف اللي مع الولد هذا شفت مرة واحدة ضربني فيها وتحول جير فايف فجأة تحول هاي جير فايف مع الكلمة وليفل ما يعني ليفل اقل من ليفل دمه اقل بس راح يدري من قوة الفاكهة نفسها هي قوة الفاكهة دمار جدا جدا ما راح انكر ما راح انكر ان الفاكهة تبعه اعلى من دمج اللي عندي واقوى بكثير منها وخسر لي 450 باوند دي جدا جدا مزعج الفاكهة اللي عنده بتجيبك لو انت بباريس مثلا انه من الضرب اللي معاها مدى عملاق الضربات لازم من فوق المستفزه ومثل ما شفتوا المقطع عشان انا هلا عن هون انه صراحه جاي يبقى طويل جدا المقطع بس خلينا نروح نشوف فاكهه الفايد اذا كان ليش ليفل فاكهه الفايد عندي كان تقريبا ليفلها شي 85 كان بلاش شوي وتفتح التحول بس هو المشكلة بعد التحول صعب المهارات تذبيلة ليك الليبرد الفينوم قوي بس مش هالدرجة جدا او ليفل عالي كمان ليفلها 115 التحول تبع الفينوم لا هو 105 طلع التحول فكرته 115 طلع 105 هون شوف السكلات سكلاته اظن ما حسيتها كثير هالقد قوية فاكهة الفايد سكلاتها انا السكيل غريب صراحة بس شوفوا اذا مسكك من سكلات المستفز بس مو دمجو عالي بالمرة احس دمجو سيء جدا جدا دمجو السكيل المفروض كانت تكون اقوى من هيك بس شو يعمل هذا الموجود هذا السكيل هو مستفز ضربة رقم 2 بس حتى هو ما في دمج الفاكهة كثير عالي غير رقم 3 اعلى دمج تقريبا بالسكيلات كلها رقم 3 من سكيل الدمج عالي كثير في حدا عنده فاكهة ولا هي العادي مش عارف العادي ولا نفسه اللي معي تدن بيملكوا تسونامي تدن معهم تسونامي
ما فيني اعرف مين شو الفاكهة هو غير لما يضرب سكلات الفاكهة. فيني اطلع فوق بهذه الضربة. شوف اي ميزة لك هاي انه فيني اتنقل الفاكهة اصلا. الضربة هاي بتخليني اطلع فوق انه مثلا. هون في ناس جميعا كلها عند ماركو، كلها عند ماركو. لا نفس الفاكهة اللي معي، هذا السكلات بس بزما شخصي اعلى دائما يجي اعلى طبعا. انا اهرب عشان يعجنوني قبل ما اعمل اي شيء. خليني امسح هذا الارض فيه اذا موجود هون. كل ما كنت اطلع الامالك شنو القناة. اذا بدكم مرة زي مقطع مثلا اكون لفلت فاكهة فايت خلف الكواليس مثلا ولا مثلا استعرض الفاكهة اخرى مثلا بتكون فاكهة اللي هي المفروض فاكهة ياماتو وفيني استعرض تكون فاكهة ياماتو. اذا مثلا ارواح بدكم مثلا الجرافيتي الفاكهة اسطورية. ومع السلامة.